متابعينا الكرام، شوطنا الخامس عشر انتهى وشوطنا السادس عشر ينطلق، وبصوت الزميل مسعود بن سعيد الحريري. شكرا سلطان. في هذه اللحظات انطلق هذا الشوط وشوطنا السادس عشر، كما ننوه للإخوة المشاركين في أشواط الرموز. تسليم الراكب الآلي من الساعة 10:30 إلى الساعة 12:30 لأشواط الرموز فقط، لأشواط الرموز فقط هنا في هذه اللحظات، وردنا التنويه لذلك للتوضيح. هنا نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط وانطلاقة هذه الأسماء المنطلقة. نتابع وإياكم، نتابع الاندفاع، نتابع سن الجذاع، الامتاع. هنا نتابع ميدان التحدي وما يحمل مع هذا المهرجان الغالي على قلوبنا. نتابع وإياكم هنا مع هذه الانطلاقة وسن الجذاع، المسافة 6 كيلومترات، ونستمتع مع هذه الأشواط القيمة والمقدمة والصدارة. نتابع المركز الأول ومقدمة الشوط مع معاند فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نتابع القدوم من كرار سلم بن مبارك بن حمد بالعود العامري على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع القدوم هناك مع دباس لعلي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الاكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف المركز الرابع ونتابع الاتحادي سعيد بن ماجد بن سعيد بن عبد الله المسافري على المركز الرابع. المركز الخامس نشوف المركز الخامس القادم شاهين لعبيد بن راشد بن ناصر بن عبيد الدرعي. هذه الخمس المراكز الأولى، هذه الخمس المراكز الأولى، يا سلام باندفاعه، باندفاعه وانطلاقه ولا أروع. مع هذه الخمس المراكز الأولى المنطلقة باحثين عن نقطة ثمينة، عن فوز، عن انتصار في هذا الميدان بحد ذاته له أيضا طابع خاص. نشاهد وإياكم، نهني جميع الفائزين، نهني جميع الفائزين في هذا المهرجان، ونقول أيضا حظ أوفر للي ما حلفهم الحظ، والمراكيض قادمة والخير في قبال والتوفيق عند الله. نتابع وإياكم انطلاقة ولا أروع مع قبالنا على انتصاف المسافة، وشوفوا الثنائية على المقدمة. نشاهد ونستمتع مع هذه الأصايل المنطلقة والمندفعة والمركز الأول. الصدارة هناك مع كرار مسلم بن مبارك بن حمد بالعود العامري. يا سلام يا بالعود، هنا قادما ومنطلقا بهذا الأداء وهذا الانطلاق. نشاهد هنا في هذه الاندفاع مع المركز الأول، ركز يا بالعود مع أيضا انطلاقة هنا مع انطلاقة كرار يحمل هذا الاسم، الاسم اللي ما شاء الله تبارك الله اسم أيضا له رونقه الخاص مع المقدمة. بينما المركز الثاني نشوف المركز الثاني في هذه اللحظات، ونتابع هناك المنطلق معاند فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري مع المركز الثاني منطلقا ومندفعا في هذا الشوط. المركز الثالث نتابع القدوم من دباس علي بن محمد بن خلفان بن حضيرم اللي على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف التسلل على المركز الرابع من شاهين لعبيد بن راشد بن ناصر بن عبيد الدرعي على المركز الرابع، ويشكل خطر، يشكل خطر. ركزوا على هذا القعود شاهين، يا السلام يا السلام، بدأ ينطلق يغير، ينتقل نقلات ممتازة من مركز إلى مركز. المركز الخامس نشوف هناك الاتحادي، الاتحادي سعيد بن ماجد بن سعيد بن عبد الله المسافري على المركز الخامس. نتابع وإياكم هذه الخماسية اللي على المراكز الأولى، نتابع وإياكم اندفاعات هذا الشوط مع قبالنا على الكيلوين. الكيلوين يا مضمرين، يا مشاهدين، يا ملاك، يا أهل الصفوف الخلفية، يا السلام، اندفاع ولا أروع. نعود إلى المقدمة، نعود إلى كرار، كرار بالعود العامري يبي يرسل السلامات لأهل العين، أهل العين يا السلام.
السلام هناك بالانتظار يا بن العود، قادمين مع الكيلوين المتبقية من عمر هذا الشوط. نتابع هنا كرار مسلم بن مبارك بن العود العامري على اندفاعة كرار مع المقدمة، ولكن شاهين وصل شاهين باندفاعته لعبيد بن راشد بن ناصر الدرعي، وأيضا اليبهوني قادم مع معاند من الجانب الأيمن بدأ يستعيد حقوقه المنهوبة. يا السلام اندفع شاهين والسلالة الشاهينية، خطيرة هذه السلالة. انتابع وإياكم هنا المركز الرابع والوصول مع رابع المراكز الاتحادي اللي يراقب الموقف سعيد بن ماجد بن عبد الله المسافري المركز الرابع. انتابع القدوم في هذه اللحظات من اللي وصل قناد صالح بن مبارك بن بريك بن برك بن عبد الله العامري قادم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس اول ندى بدا الظهور من بيضان سعيد بن حمدان بن محمد الحميري يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. نتابع واياكم هذه الاسماء هذه الشعارات ونعود الى المقدمه، نعود الى الصداره الى التحدي والاثاره. يا هذا الشوط الله يا المقدمة، صراع المقدمة. نتابع في هذه اللحظات من بدأ ينطلق هناك. شاهين مع مالكة، شاهين انطلق العبيد بن راشد الدرعي، ولكن اليبهوني من الجانب الأيمن مع مالكة، أيضا القدوم من معاند من الجانب الأيمن المركز الثالث. شوفوا اللي تسلل بيضان سعيد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري وصل على المركز الثالث. المركز الرابع هنا بن سالمين يصل مع مهم عبيد بن حمد بن جر الله بن سالمين المري. الله يا بن سالمين، فرق الصفوف. شوفوا المارد سعيد بن حمد بن بهيان العامري قادم مع المركز الرابع، ولكن نعود الى المقدمة، نعود الى الصدارة، الى بن سالمين مع مهم بن سالمين. الله، ولكن الخطر قادم، الخطر مع قناد صالح بن مبارك العامري يغير بن برك العامري. الله يا سلام على هذا الأداء هنا في هذه اللحظات مع اندفاعة قناد مع أيضا الناموس والفوز والانتصار. سلام والتحية لمالك قناد صالح بن مبارك بن برك العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل هنا المارد سعيد بن حمد بن بيان العامري، المركز الثالث مهم لعبيد بن حمد بن جر الله بن سالمين، المركز الرابع بيضان سعيد بن حمدان بن بخيت الحميري، المركز الخامس معاند فارس مسهيل اليبهوني الظاهري. شهدنا هذا الشوط، شهدنا هنا الناموس المستحق والفوز هنا مع انتصار بن برك ايضا العامري، يقدم لنا هذا الناموس مع قناد صالح بن مبارك بن برك العامري. تهانينا على هذا الفوز والناموس هنا مع هذه اللحظات. تشاهدون قناد يصل الى خط النهاية معلن الفوز والناموس. هنا ساعة الوصول 9:03 50 جزء من الثانية لصالح بن مبارك بن برك بن عبد الله العامري، يستاهل الفوز والناموس. المركز الثاني المارد 9:04 51 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن حمد بن بهيان بن باروت العامري على فوزه بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل مهم توقيته 9:04 62 جزء من الثانية. تهانينا لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري.